السلام عليكم، أهلا بكم في درس الملاكمة. اليوم أريد أن أتكلم عن كيف هو الضرب الفند. هو أنني عمل حركة والآخر يظن أنني أريد أن أضرب، ولكن لا أضرب، ولكن آتي في الجهة الثانية. مثلا أنا أقف، تمام، أضرب مثلا الأول إلى الهواء، الأول أعمل هكذا، يعني أن الآخر يظن أنني أريد أن أضرب أبركات، ولكن أنا لا آتي من الأبركات، أنا أعمل هكذا. الآخر يظن أنني آتي هكذا، ولكن أنا آتي من الجنب مثلا. أو مثلا أضرب يمين، هو يظن أنني أريد أن أضرب اليمين الحق من الجنب، ولكن أنا بس أضرب آتي قليل، أعمل الحركة هذه من الكتف ومن اليد شوية، وآتي من مستقيم أو من الجنب، كيف؟ هكذا وآتي من الجنب. أو عمل هكذا ولكن لا أكمل الضرب، عمل بس هكذا وآتي هنا أو آتي هنا، لكي الآخر هو يظن أنني آتي من هذه الجهة ويدافع، وأنا آتي من جهة أخرى. إذن الأول شيء أنا أعمل حركة وآتي من جهة أخرى، كيف؟ مثلا أعمل حركة هكذا وآتي من هنا، تمام؟ أو يعني مثلا الحركة هذه هو يظن أنني أريد أن أضرب، ولكن أنا أعمل الهواء وآتي من هنا، هو يدافع ويظن أن آتي من هنا ولكن أنا آتي من جهة ثانية، كيف؟ مثلا هكذا. وماذا استطيع ان اعمل؟ او اضرب المستقيم، هو يظن ان اتي من جنب وانا اتي من الامام، ها واتي من الامام، تمام. أو ماذا أيضا أن أستطيع أن أعمل؟ مثلا أنا أذهب تحت وهو يظن أنني أضرب تحت، ولكن أنا أضرب فوق، كيف؟ هكذا، ها؟ إذا أنا ممكن أعمل ها كيف؟ الآخر يظن أنني أضرب هنا ولكن أضرب فوق. أو ماذا أيضا ممكن؟ أنني أستعمل يد الآخر، هو يظن أنني أضرب إلى الجسد تحت وأنا أضرب فوق من اليد الآخر، كيف؟ هو يظن أنني أضرب هنا الأول، ولكن أنا لا أضرب هنا، أنا أضرب إلى الهواء وآتي من الجنب. أو أعمل هنا لا آتي، أعمل هكذا وآتي من اليمين، ها هكذا، تمام. اذا هو الطريق الثاني، اليد يشير اليد مثل يضرب الى الجسد، ولكن هو يعمل حركه بس قصيره ويضرب فوق. او العكس، الاخر يظن انني اضرب فوق وانا لا اضرب فوق، اتي من تحت، ها كيف انا أعمل هكذا وآتي هنا مثلاً أو آتي هنا، ها كيف؟ ها أضرب هنا. أو العكس، أو أعمل مع الشمال وآتي مع اليمين، ها كيف؟ ها آتي إلى الجسد، آتي إلى الجسد، ولكن الآخر يظن أنني آتي إلى الوجه.